فيقتنا هاد الخلعه هادي من مع الخمسة و 51 دقيقة تقريبا. واحد الهزة ارضية راه ما يمكنش، راه الدار كاملة فاقت، طليت من السرجم الجيران كاملهم فاقوا، كلشي فاق، كلشي مخلوع. راه الا كتشوف دابا راه كلشي الناس خارجين. اش ما نعاودش ليك هنا، دخل هنا صراحة كلشي دخل على الوالدة فاقت مخلوعة، السراجم تزعزعوا عرفتي، شي خمسة ثواني تقريبا اللي تحركات الارض فيها راه ما يمكنش. والقضية كيفاش جيرة هو انه انا فاق الوالد صراحة، فاق الفجر فيقني معاه، بقيت جالسة فوق الناموسية مع زعما فايق فهمتي، واحد شوية الناموسية غادية جاية غادية جاية، القضية بحال كاين في البحر يا ربي سلامات. المهم انا فراسي تقطع سطح الزلزال فهمتي، بغيت نوض ما قديتش نوض، كتب عليك ما قديتش نوض. هادشي اول مره الصراحه نحسو بهذا الزلزال، هذا اول مره. حتى انا تفكرت الجده ديالي كانت كتعاود لينا هذا المشكل ديال الزلزال اللي وقع في 1960، بانه ضربته واحد الهزه خفيفه في الاول، من بعد تبعت واحد الهزه قويه شي 6 ديال الدرجه. الصراحه وقفت صافي توقفت، ملي حبسات وقفت خرجت، طليت على الخوادريه، خرجت الخوادريه بديت كنجري، غادي الناس ديال الهدى كلهم خرجوا. زعما اول مره حسوا بهذا الزلزال، ما عمر ما وقع شي زعما في هذه البلاصه هذه. قبل ارت تحركات ايوا هذا ينضر معنا الله، بنادم يراجع راسو ويشوف شنو كيدير والله يفكو صافي. هادشي اللي نقول تحركات تحرك الارض، حتى البالكو كنت حل الشرجم كتسمع نيت البالكو الجاج نيت تحرك يا والله يلطفوا صافي. هادشي مع شي 45 بالضبط 45 وخرجت انا خرجت حسيت به، خرجت لقيت الناس، لقيت نيت هاد السيد هو كاين هنايا، الناس كتسول حسينا بهذا الزلزال هذا مع 5:53 ديال الصباح. يلاه خرجت من الخدمه، يلاه خرجت من الخدمه وجلست في الكرسي حدا لاكادور، اوتي لاكادور دوك الحوانت اللي كاينين تماك، بديت نشرب واحد القهوه، كنت نحس بشي حاجه جايه من الفوق هنا، من الفوق من المدينه، نزل لك شي البحر حدا رجليا، داز داك شي قال داك شي مشوشة. وانا حضرت مع الدراري في الحوانت قلت لهم مالكم، هو يقول لي هذاك راه الزنزل، وتصور 4.5 راه بزاف في هذه المدينه هذه. والله يلطف بينا، الله يلطف بينا. هادشي اللي نقول والله ما نكذب عليك، انا الا حسيت برجليا داكشي نزل البحر، داكشي مشى للبحر، وكنت غنمشي نجيب دوره في البحر قبل ما نسالي الخدمه. شكرا لكم والله يلطف بينا، والله يلطف بينا.